أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن السلطة الفلسطينية تقبل طلب الأمم المتحدة إجراء تحقيقات محلية بشأن جرائم الحرب في غزة. وقال المالكي في جلسة لمجلس الأمن أنه مكلف من الحكومة الفلسطينية للتركيز على تقرير جولدستون الذي سيناقشه مجددا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ووصف المالكي تعليق السفيرة الإسرائيلية بأن تقرير جولدستون مضيعة للوقت بأنه يعكس خوف تل أبيب من تأثيرات هذا التقرير. فهناك اهتمام كبير على مستوى العالم أجمع وعلى مستوى الدول التي تحترم ذاتها وتحترم أهمية تطبيقات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بضرورة التزام جميع الدول بما فيها إسرائيل باحترام هذه القوانين وبتطبيقاتها، ولا يوجد هناك دولة في العالم فوق القانون فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأعتقد أن هذا التصريح هو انعكاس لخوف إسرائيلي من هذا التقرير ومن تأثيرات هذا التقرير على إسرائيل.